السلام عليكم. زار وزير السكن والعمران والمدينة السيد محمد طارق بالعريبي، زار إذن ملعب الدويرة، حيث أنه استحسن الوتيرة تاع الأشغال اللي عرفت يعني تقدم بالحوض، وكذلك لاحظ أنه الملعب انتهت عملية وضع الطبقة تاع لاكوش فيلترونت تاع الحصى انتهت، وكذلك انتهت عملية وضع العازل على المدرجات، وأمر أن تبدأ في الحين عملية وضع الأتربة التي سوف المخصبة التي سوف تغرس فيها أرضية الميدان في العشب الطبيعي. إذن هذه هي. وكذلك في الأشغال الخارجية، بلغت نسبة الأشغال تاع الهندسة المدنية 100%، واللي تحتوي على يعني تخص بناء 3 أنفاق، واحد نفق VIP وزوج أنفاق أخرى للحماية المدنية والمنافذ نتاع الحماية المدنية. إذن وكذلك فيه نفق تقني جالري تكنيك، اللي كل هذه الأنفاق تمت الانتهاء من وضع الخرسانة نتاعها. وكذلك فيه عدة صور تاع الأسناد اللي مير دو سوتانمون اللي تم إنشاؤها لتسوية مسطحات نتاع الملعب نتاع التدريبات، اللي كلها انتهت الأشغال بها نتاع الخرسانة انتهت، وتبقى الأشغال نتاع الزوج ملاعب نتاع التدريبات اللي ستاد ريبليك اللي راهي قيد الإنشاء حاليا. إذن هذه هي الحالة نتاع ملعب دويرة إلى يومنا هذا. أترككم في رعاية الله، وحفظه، والسلام عليكم.